يا مختار بيه، المثل بيقول اذا كنت اخواتي تحاسب. طبعا الخسائر دي كلها اللي حصلت انت اللي هتتحمل مسؤوليتها. تحكيلش ياما زينو بيه، تحكيلش ياما، كل ده عندنا. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انت اكبر غبي شفته في حياتي. الله يحفظك. مش غبي عادي، لا، ده انت حيوان، وحيوان مقصر كمان. ربنا يعمل بيتك، متشكر جدا. اتفضل بقى، اتفضل مع السلامه. اتفضل بقى ايه؟ اتفضل بقى مع السلامه، وادفع اللي عليك بقى. اتفضل. انت ما شفتش ايه اللي حصل النهارده؟ اتكل على الله. طيب حاضر، ورقك عندي. ماشي. اتفضل اتفضل اتفضل. بلو واشرب بلو واشرب ميته. اتفضل. ماشي. ومعانا ومعاكم من قلب الحدث المواطن. لا اسمك؟ حضرتك، انا اسمي علا وحارس الامن بتاع المنطقه دي كلها يعني، بس اللبس ده لبس الشغل بتاعي، لان كنت شغال ونايم ومأنتخ وبشخر لغايه لما حضرتك بقى ايه يعني البوليس دخل عليا بقى، وبعديها العصابه وقنابل وضرب نار وميه وشغلانه ما يعلم بها الا ربنا يعني. بس انا الحمد لله يعني قمت بما يمليه عليا ضميري، وعملت الواجب تجاه بلدي. وتحيا مصر. الراجل الكبير بيه. يعني الزعيم بيه. يعني الملك ملك عليا الطلاق. يا بص، جايبه لك عصابه، احدث عصابه في 2016 وفي 2015. ما خلاص بقى، في ايه العصابه دي؟ يا بص، مش هقول لك ان هم مسجلين خطر، بس يكفي ان هم يحطوا على اولاد رزق واولاد رجب. السيد حمدي سواق قطر. السيد حمدي متخصص في سرقه الاشياء الدقيقه، يعني مثلا بشرق الكحل من العين. ارجع ورا. الباتشينو جنيس العصابة، سابق عصره وسابق أوانه، وسابقني عداري وإحنا جايين. الباتشينو، خمس أواضي إصارة سرسرة، وستة بلبلة، وسبعة بروح بدري عشان أمي في البيت. ولا أنت ليه سموك الباتشينو؟ عشان قلبتي وحشة. طب ارجع ورا. أوي. أبو سليم اللبان. الحتة الشمال. الحتة اليمين. أقدم نفسك أبو سليم. لا مؤاخذة، محسوبك حرامي، بس أفلام، مفيش فيلم اللي ما دخلته في السينما وسرقته، ونزلته على النت. الشباب معذورة ولازم تستمتع. أهلا وسهلا بيكم في عصابة الأنتريه الأحمر. أهم حاجة عندي الوفاء. اسرق، اكذب، خون، بس بوفاء. بايه؟ بوفاء. حلو. ما تقول سلام عليك يا شاولة، ليك حق ما تعبرناش. طالع في التلفزيون ومتسبب في جريمه وخسائر بالالوفات من قدك يا عم علا. وتلاقي اترفدت زي كل مره، ودلوقتي تخش تعمل عروسه. بقولك يا عم خنواني، بقولك ايه، انا مش فايق لك بقى. وابعد عني الساعات. طب والساعه الجايه؟ يلا يلا اتكل على الله. خد ابنك بقى واتكل على الله، انت بتشيش قدام ابنك. يلا اتكل على الله يا اخويا. بترد يعني؟ ايوه بنطردك. يلا عاش ومكان. ما انا قلت لك خليك في البيت وانا جايب لك. اتكل على الله. ديك عرفت المطرح. مش تنضف بقى اصحابك يا عم عماره. الحمد لله على السلامة يا بطل يا مطوار. ده انت كنت اسد. عفوا يا عم عمارة. شفت اللي حصل يا عم عمارة؟ شفت، واللي انت عملته ده اكبر صح. انت كنت اسد. صح؟ يعني ده ما اسمهوش غباء؟ غباء ايه؟ عم عمارة، اوعى يا عم عمارة تكون بتكذب عليا. ها؟ واكون غبي ولا فاشل؟ صريح؟ اخسى عليك يا علا يا ابني. انت تعرف ان انا ممكن اكذب عليك؟ بصراحة لا. سامحنا يا رب. بتقول حاجة؟ لا يا حبيبي. نبتدي الشغل. ده المطلوب. نشطفه. نردعه. نوكله. مش عايزة تقولي حاجة؟ نختزبه. انتوا قلتوا كل حاجة غير شغل العصابات. اخطفوا يا أغبياء. الساعة 7 جد؟ مش عارف أعمل إيه بقى يا عم عمارة. البت دي من ساعة ما سكنت هنا من شهر، وأنا بقى لي سنة هموت وأكلمها. وأنا هظبطك تظبيطة معاها عسل. يعني هي ممكن تحب واحد زيي؟ Thank you.
هانت يا حضرة الظابط. انت اللي جاي ان شاء الله. مدير الامن جاي علينا يا فندم. طب روح انت. يا اهلا وسهلا مع الباشا. حته بلطجي وشويه صيع مش عارف تقبض عليهم يا حضرة الظابط؟ لا انا عارف اقبض عليهم واعرف اقبض على اي حد يا فندم، وانت عارف كده كويس. وتفضل بقى حبايه الضغط عشان الكلام كده يطلع كويس. الميه. اقول ايه مع الوزير؟ هو انت ما بتبلش في بقى حضرتك فوله؟ ما تقولوش، لازم يعني ولد. ماشي. اقول ايه مع الوزير وانا قايل له ان انت اكفأ ضابط عندي؟ ما انا فعلا اكفأ ضابط عندك، ولا يكونش عندك اكفأ مني؟ عندي اكفأ منك ألف مره، لكن انا عامل خاطر لوالدك سياده اللواء صاحبي عشره العمر. لا انا مش هسمح بالاهانه دي تاني يا فندم، واذا كان ابوها صاحبك فالكلام ده على القهوه. ولد ناس سخنت حبه. امسك. مش ماسك. امسك يا ولد. ده ملف قضية جديدة عايزك تدرسها كويس قوي. قضية حلوة بقى وفيها شوية أكشن حلوين، ولا هنتعب نفسنا على الفاضي؟ فيها أكشن يا فندام. قضية البوس ماكس عبد الرؤوف اتفق مع عصابة جديدة على عملية جديدة، عايز كل أخبارهم توصلني كاملة، يعني تراقبهم، مفهوم؟